السلام عليكم، كيف تصوموا؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وصحتكم مزيانه، والديكم وليداتكم خواتاتكم عائلتكم كامله يا ربي تكون بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا فيديو جديد، ومرحبا بمتتبعين جداد اللي انضموا للقناه مؤخرا. كنتمنى تعجبكم محتوى ديال القناه ديالي، ونبداو الفيديو على بركه الله. فاول حاجه بغيت نشارك معكم، بما اننا فصل الشتاء فكنعتمدوا نشير على النشاره بزاف بزاف، فواخا كتكون كبيره دغيا كدير لنا ريسباس مي كنشرو فيها الحويجات، واذا كمشناهم بعض باش دوزنا كميه اكثر فكيكونوا شي كيباس شي لا، يعني كيبقاو من داخل كيبقاو باردين وفازقين. فانا كنشر بهذه الطريقه هذه، ومأكدة العديد كينشروا بنفس الشيء، فكدير لنا ليسباس بزاف وكنبقاو الحوايج تما لمده اطوال حتى كنبقاو نقلبوا فيهم ييبسوا على خاطرهم. فاكتشفت بالصدفه هذه الطريقه هذه في اليوتيوب، وقلت ضروري انني نشاركها مع المتتبعين ديالي يستافدوا حتى هما وتوصل لهم هذه الفكره هذه، حيت صراحه غزاله بزاف. فكنشروهم هكذا بالطول، هانتوما كما كتشوفوا كان عندي هاد الحوايج ومانيت اللي كنت نشراهم في الاول، فكتدات لي تقريبا نشره كامله، ومن عاودتهم بالطول دات لي غير ليسباس صغيور، وكيبقى بيناتهم ليسباس باش كيدخل الهواء باش يلبسوا. العكس الطريقه الاولى مي كنبغيو ندوزنا اكثر من قياس ديالها كنبقاو نقربوهم لبعضهم، اول حاجه كيلبسوا مكمشين، وثاني حاجه ما كيلبسوش من البلايص كاملين، بعض البلايص كيبقاو فازقين. فهاد الطريقه هادي عاد خلي النشاره ديالكم دوز لكم الحوايج بكميه اكثر وكيلبسوا من كل بلايص. فاذا عجبتكم هاد الفكره خليو لي جيم. ودابا ندوزو لفكره اخرى، الطريقه اللي كنمسح بها الزلج ديال الكوزينه، فانا كنستخدم دلع اولا اي مناديل مبلله كتكون هكذا فيهم الريحه مزيونه، كنعدلهم فهاد الجفافه هذه اللي كتكون كتعوج هكذا مع الزوايا ديال البلايص، كتكون عندها في القاع ديالها واحد السنينات اللي كتقبطنا اي فوطه ولا اي حاجه عملناها مزيان كتلصق عليها. فكنعمل عليها اللانجيت على هذا الشكل هذا، وكنبقى نسكي داك السنينات باش كتقبطنا مزيان اللانجيت باش ما طيحناش، وصافي كنمسح بها على هذا الشكل هذا. دلع كيسوف داك الشيء اللي في الزليج وكيعدل فيه واحد اللمعان غزال، والريحه كنعرفوا اللانجيت ديال دلع كتكون فيه واحد الريحه غزاله. فكانت هذه هي الفكره الثانيه، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. واللي ما عمره عمل شفنج ينوض دابا يعملو، غادي ينجح معاكم 100%، حيت حتى انا اول مره غادي نعملو وتصدمت الصراحه من راسي حيت ديما كنت كنقول ان الشفنج صعيب باش يتعدل وصعيب باش تجي فيه ديك القرمشه وداك الشيء، ولكن تبارك الله جا غزال غزال، جاو بحال اللي كنشريوهم من الزنقه، فنين فنين. وضروري الشفنج كيكون معاه برد اتاي بالشيبه مع هاد الشتوه الوقت ديال الشيبه. سمعتوا على تقرميشه جات فيه غزاله وجاو مفشفشين من داخل كما كتشوفوا، ساهلين بزاف وما كيحتاجوش شي مقادير، في غير الخميره والطحين والماء. فاكيد اي دار عندها هذا الشيء هذا يلا نوضوا توجدوهم معايا، غادي يجيكم غزالين غزالين. فاول حاجه غادي نحتاجو جوج كيسان ديال الماء ما يعادل 300 مليلتر، غادي ندفيهم شويه حيت دابا مع الجو بارد خصنا ضروري الماء يكون سخون شويه، وغادي نضيفوا عليه جوج كيسان ديال الطحين مع معلقه صغيره ديال الخميره ومعلقه صغيره ديال السكر. بالنسبه اذا مبغيتوش تخليهم يخمروا بزاف عملوا معلقه كبيره ديال الخميره، انا هنايا كنت بديتو على بكري يعني ما عنديش مشكل في الخميره، عملت على معلقه صغيره. وبالنسبه للسكر فهو اللي كيعطينا ديك القرمشه وداك اللوي اللي كيكون مذهب الشفنجه ديالنا. صافي غادي نحركوا شويه هكذا، عاد غادي نركب الطراب باش مين نجيو نطحنوه بالطراب ما يطرناش الطحين، غنبقاو نخلطوا فيه مزيان مزيان بحال ملي كنعدلوا الكيكه حتى كنشوفوا الخليط رجع متجانس. غادي نزيدو عليه الكاس الثالث ديال الطحين مع معلقه صغيره ديال الملح، وغادي نعاودو نخلطوه مزيان مزيان حتى يتجانسنا مره اخرى. Thank you.
صافي الطراب سلا خدمتو، دابا غادي ندوزو الخدمه ديال اليدين. غادي نزيد واحد نص كاس هنايا ديال الطحين بالتدريج، غادي نبقى نزيدو وانا كندخل في الطحين عاوتاني نزيدو حتى كنساليه كامل. بالنسبه لهاد الكميه اللي غادي تخرج لي انا ديال الشفنج، فاحتاج 3 الكيسان ونص ديال الطحين، خرجت لي كنظن 7 ديال الشفنجات. انا بغيت نعدل غير كميه صغيره، قلت مع اول مره قلت نجرب، اذا صدق لي هو هذاك ما صدق لي شي كتسمى ما عملتش بزاف فهمتو، وقلت نصوره، فاذا صدق لي غادي نشاركه معاكم، ما صدق لي شي صافي ما ريدنا ما عليه بس كنسبليمي الفيديو صافي. والحمد لله ربي ما خيبني شي وجا غزال غزال غزال. شوفوا جربوه وما غاديش تندموا، غادي ينجح معاكم 100% كما نجح معايا انا، غير تبعوا الخطوات والمقادير المضبوطه اللي عطيتكم وغادي يجيكم بحال ديالي. صافي من بعد ما دخلت فيه الطحين مزيان، هانتوما كما كتشوفوا كيجي على هاد الشكل هذا، ماشي خفيف بزاف وماشي ثقيل بزاف، وغادي نبقى نطرب فيه على هاد الشكل هذا غير شويه ماشي بزاف، حيتاش الخدمه ديالو كامله عملت الطرب في الاول. هانتوما انا كنوريكم العجينه كيفاش خصها تجيكم بحال هكذا، ميطلعوها تهود معاكم بسهوله بحال هكذا. صافي هنايا غادي نخليه يخمر باش يرتاح، غادي نلوي عليه السلوفان وغادي نخليه المده ديال 4 ديال الساعات. كما قلت لكم انا ما كانش عندي مشكل في الخمير، خليته المده ديال 4 ساعات، بديته مع الجوج وبديت نعدلو زعما نلوي فيه هذا مع 6، يعني 4 ديال الساعات. وهانتوما كما كتشوفوا خمار اللي تبارك الله طلع تضاعف الحجم ديالو بزاف. وغادي ندهن يدي بالزويته ضروري باش ما يلصقناش فيه العجين، وغادي نبقى نهزو يعني نخوي منه هذاك داك الهواء اللي كيكون خمار نافه، وغادي نجيب صينيه ولا طبسي ولا اللي كان، غادي ندهنو بالزيت مزيان مزيان باش ما يلصقناش فيه العجين، وغادي نبقى نعمل كويرات بحال ملي كنجي نعدلو المسمن. هانتوما الكويرات انا عملتهم مستين، يعني ماشي كبارين وماشي صغارين مره. بالنسبه لديك المقادير خرجوا لي 6 ديال الشفنجات بالحجم الكبير، بغيتوا انكم تزيدوا تصغروهم غادي يخرجوا لكم 12، يعني كل وحده غادي تخرج لكم بجوج في بلاصتي. غادي نحتاجوا جوج مقلات، واحده وجهه على برا وواحده تكون غارقه شويه. بالنسبه للاولى اللي وجهه على برا غادي نعملوا فيها الزيت غير شويه، هذه اللي حطيت فيها الشفنجه دابا، غير تقبطنا الشفنجه راسها من تحت شويه. غادي نجيب انا هذه المقله الثانيه اللي عندي فيها الزيت زايد شويه على المقله الاولى باش تسقلى من داخل مزيان. كما كتشوفوا على برا كيكونوا عندهم هذا المقله كتكون مايله شويه، في الاول ملي كيجيو يحطوا الشفنجه ديالهم كيحطوها في الجهه اللي عندهم فيها الزيت قليل، وغير كتبقى تشد راسها كيهبطوها للجهه السفليه، اذا كنتوا كتلاحظوا هذه القضيه هذه مع على برا. فبالنسبه للطريقه كنعمل واحد تقيبه هكذا في الوسط وكنبقى ندورها بيدي مزيان، واخا تشوفوها في الاول كتكون واسعه وكبيره، ان فوا كتحطكم في المقله صافي كترجع صغيره من العينينه ديالها. شفت السفنجه الاولى قبطت راسها، وانا نجيب المقله الكبيره. ثم كما كتشوفوا كما حطيتها بدات كتنفخ وكتعمل ديك البويبقات اللي كيجيو مقرمشين، وغادي نبقى نحرك فيها ومره مره نبقى نكب عليها الزيت هكذا على وجهها، كتزيد دعم منها ديك الساعه الفقاعات، ان فوا نشوفوها تحمرت من التحت ومن الجوانب نقلبوها على وجهها، وكتكون عندنا الشفنجه ديالنا طيبه.
جاو غزالين فنين، لا بالنسبة للمذاق ولا بالنسبة للمنظر. تبارك الله عليا وعلى اللي غادي يعدلوا حتى هما معايا. فوصلنا للنهاية ديال الفيديو، ما تنساوش إذا عجبكم الفيديو تخليولي لايك وكومنتير، ومع السلامة إلى الفيديو المقبل إن شاء الله.